مرحبا بكم في البرنامج التدريبي للطلاب، وسنتناول كيفية تنظيم نفسك. عدنا إلى صفحتنا المقصودة الآن، وهذه هي فصولنا المختلفة التي نحن بها الآن. وما نريد القيام به هو أن نكون قادرين على إدارة عبء العمل لدينا ووضع جدول زمني لأنفسنا للقيام به، وذلك من أجل استكمال عملنا. وبالذهاب إلى التقويم الزمني الخاص بنا، وعندما نقوم بالضغط عليه ثم الضغط على الشهر هنا، والذهاب إلى شهر سبتمبر، نرى الآن جميع التكليفات والمهمات التي يجب علينا القيام بها. فكما نرى لدينا مهمة جغرافية ومهمة فيزياء بهذا اليوم، كما لدينا مهمة جغرافية بيوم الخميس، ولذا فهذه هي واجباتي طوال الشهر. ولذلك دعنا نقول أنني إذا كنا مثلا بالأسبوع الأول ونريد إنجاز هذه المهام بالوقت المناسب وببساطة، فبالضغط على المهمة هنا كما نرى الآن نستطيع الآن أن نتعرف على المهمة، وبالضغط على هوم والعودة إلى التقويم الخاص بنا نستطيع الآن بالذهاب إلى شهر سبتمبر أن نقوم بكتابة المهام خلال الأسبوع. وللحصول على المزيد من التفاصيل عن مهامك يمكنك الذهاب مباشرة إلى الصف الدراسي كما نرى الآن، نقوم بالذهاب إلى الصف الدراسي، ثم بعد ذلك نذهب إلى جدول المقرر الأسبوعي فيخبرني بالضبط ما يجب القيام به، فقد يتم تقديم بعض الأشياء وقد لا يتم تقديم بعض الأشياء الأخرى، ولكن ما نريد أن نفعله هو وضع جدول زمني لأنفسنا حتى نتمكن من إكمال العمل بالوقت المحدد. فمثلا لدي مهمة هنا ويجب علي تسليمها يوم الخميس. الآن رأينا هذه المهمة وبالضغط عليها نستطيع أن نتعرف على هذه المهمة، وربما لم يضع المعلم المهمة كاملة إلا في يوم الخميس، لذلك فنحن بحاجة لتحميلها والانتهاء منها بيوم الخميس. في هذه الحالة سنذهب لإلقاء نظرة على المهمة بيوم الأحد ونرى الوقت الذي تستغرقه المهمة، فقد تستغرق لإنجازها أكثر من يوم، وهذا يعني أنه يتعين علي العمل يوميا حتى أتمكن من إرسالها بيوم الخميس. لذا فهذه هي الطريقة الأساسية التي نريد أن تنظر بها إلى صفحتك من خلال التقويم وصفحتك الرئيسية وإلقاء نظرة على المقرر الأسبوعي الخاص بك وعمل جدول زمني للقيام بالمهمة حتى تتمكن من إكمال المهمة بالشكل المطلوب وبالوقت المناسب وتكون ناجحا وتكون قد استطعت إنجاز المهمة على أكمل وجه وتسليمها ورفعها إلى المعلم بالوقت المطلوب.